مؤتمر الحوار الوطني من الوصول إلى نهايته ظهرت رؤى وطروحات مستوردة من خارجه، منها رؤية بن عمر التي أحدثت جدلا كبيرا اعتبرها كثيرون متاجرة بالوطن. أولا نحن رؤيتنا رؤية شعب الجنوب لن تكون ضمن الرؤى الموقع عليها، والذي وقعوا هالة وقعوا خارج الرؤية ويعتبروا خارج مؤتمر شعب الجنوب، هالة لا أسامهم وقعوا، وأنا أعتبر أنه هذا انتحار سياسي. عدد من المكونات في مؤتمر الحوار الوطني الشامل وصفت وثيقة بن عمر بالوصاية الدولية على البلاد لإيجاد حلول لقضاياها. أولا يا أخي، وثيقة بن عمر لقد حللها كثير من السياسيين والقانونيين واعتبروها أنها باطلة بطلان مطلقة لعدة أسباب. أولا الجانب الإجرائي، جاءت متقاطعة ومختلفة مع مؤتمر الحوار الوطني الشامل ومخرجة. في غضون ذلك لا يزال فريق بناء الدولة يناقش عددا من القضايا، منها ما يتعلق بشروط عضوية المترشحين لعضوية مجلس النواب. احنا انتهينا من كل القرارات اللي كانت عالقة وعادت لنا من لجنة التوفيق، والقرار الأخير فقط اللي تم الاختلاف عليه فيما يتعلق بمؤهل عضو مجلس النواب. كان هناك رأيين، هناك من يقول ثانوية عامة أو ما يعادلها، والرأي الآخر أن يكون هناك مؤهل جامعي، وهناك من رأى أنه لا يتم، يعني تحفظ على الرأيين، وبالتالي لم تحظى بالأغلبية في تصويت البارحة، فرفعناها إلى لجنة التوفيق وننتظر فقط الإعادة من لجنة التوفيق ليتم الحسم بهذا في هذه المسألة. في ذات السياق، لجنة التوفيق عقدت اجتماعا لمناقشة بعض القضايا التي رفعت إليها من فريق بناء الدولة ليتم إرجاعها إلى الفريق والتصويت عليها وإقرارها، وبذلك يكون فريق بناء الدولة قد أنجز تقريره بشكل نهائي. لم تعد الخلافات والمهاترات الحاضرة في قاعات جلسات فرق مؤتمر الحوار الوطني الشامل، بل امتدت إلى ظهور رؤى وتباينات جديدة، من أبرزها وثيقة بن عمر التي اعتبرها كثير من أعضاء مؤتمر الحوار الوطني الشامل أنها تتنافى مع اللائحة الداخلية لمؤتمر الحوار. مختار الخطيب، اليمن اليوم، صنعاء.